الحياة الزوجية القائمة على الحلوة والمرة، لكن من الطبيعي حدوث بعض المشكلات اللي ممكن تعرقل هذه الحياة أو تعكر صفو الزوجين. المهم نعرف كيف نحل هذه المشكلات، هذه الخلافات، كيف نمتلك مهارات معينة لتجاوزها والتحكم بالغضب عند حدوثها. راح نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتورة فادية إبراهيم المستشارة الاجتماعية اللي انضمت لنا في حقك تعرف. مرحبا فيك دكتورة فادية. أهلا، كل عام وأنتي بألف خير. بخير والأخوة المشاهدين بخير. نتمنى لك عام سعيد مليء بالبركة والخيرات والراحة النفسية لك ولجميع مشاهدين برنامج عوافي. إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. دكتورة فادية، أنا قلت في بداية الفقرة المهارات التي يجب أن نمتلكها لتجاوز أو حل الخلافات الزوجية في حال وقعت. كيف ممكن تكون هذه المهارات وكيف ممكن نتحكم بالغضب عند حدوث الخلافات؟ أغلب الخلافات الزوجية بتيجي لأسباب عدة، بغض النظر عن هاي الأسباب، يعني ممكن نتطرق لها في هاي الحلقة، إلا أنه التعامل في لحظة حدوث المشكلة هو أهم ما يحدد مسار الخلافات الزوجية، يعني هي لحظة الوقوع أو ردة الفعل من الزوج والزوجة. مشكلة نحن يا دكتورة فاقدين لمهارة الاستماع، مهارة الإنصات، يعني الطرف الآخر يتحدث أنا أقاطعه ثم يتحدث ثم أنا أقاطعه، لا نصل إلى حل. صحيح، ولكن في نفس الوقت ليس بالضرورة أن نصل إلى حل في نفس الواقع أو نفس المشكلة، قد يكون الحل على عدة وقائع وعدة مشاكل نتوصل إلى حل رئيسي يمكننا من فهم الآخر وتجاوز حدوث المشاكل مرة أخرى. صحيح، إحنا فاقدين لهذه المهارة لأنه ما تربينا عليها منذ الصغر أو منذ الطفولة، إنه إحنا ما عندنا مهارات حل المشكلات وما عندنا مهارات التواصل الحقيقية وما عندنا ثقافة حوار حقيقية. لازم إحنا دائما نسعى لتربية أبنائنا على هذا المبدأ، يعني أي مشكلة أسرية دائما سواء كانت بين الشريكين أو حتى مع الأطفال أو أي أحد من أفراد الأسرة، دائما نحاول إنه نتحاور بصوت هادئ. الناس ما بينتبهوا أبدا لفكرة الصوت ودرجة الصوت. نبرة الصوت تلعب دور أكثر من الكلام. نعم نفسه. نعم، يعني الصوت المرتفع، الصوت الغاضب هو أساس تفاقم المشكلات وانفعالها. فدائما الشخص المنفعل ياخذ نفس، يعد للعشرة، يحاول يتريث ويفكر في نتائج هذا الخلاف. يعني أنا بختلف مع شريك حياتي أو شريكة حياتي، هذا رح ينعكس علي وعلى أطفالي ورح ينعكس على جو الأسرة، نفكر في مستقبل هذه الأمور. نعم، إلى أين درجة ستأول. الأهمية مع الطرف اللي أنا بتخالف معه، يعني شو النتائج، النتائج رح تكون كبيرة. لذلك 99% من الشركاء عندما يختلفون بيندموا وبيرجع طرف منهم يعتذر من الآخر. صحيح صحيح، لأنه ما بنفكر في مستقبل الأمور ولا نتنبأ بأنه هذه المشكلة تستحق أو لا تستحق. أنا مع فكرة أنت لما تقولي نستمع، مع فكرة أنه اترك الطرف الآخر يتحدث ثم قل له في نهاية حديثه هل أنهيت، وكأنك توصل له رسالة بأنه جاء دوري للحديث أو للرد عليك. صحيح، هلأ الحديث والحوار إذا الحوار احتد وارتفعت نبرة الصوت وصار في صراخ وصار في شتائم، لا يفضل، ما أكيد الوقت غير مناسب للحوار، يفضل إنهاء النقاش وإنه أحد الطرفين مثلا يغادر الغرفة، يغادر المنزل، يترك الطرف الآخر الغاضب أو المنفعل ليصل لمرحلة من الاستقرار والهدوء. يعني اختيار الوقت المناسب يلعب. نعم، ويرجع يعني يفتح الموضوع وموضوع الخلاف ويناقشه بكل هدوء. ولو كان أحد الطرفين يعني هو على خطأ أو غاضب، ما نضل إنه دائما نلقي اللوم، يعني كل حدا يلقي الثقل أو الحمل على الآخر، لازم حدا يكون واعي بتجاوز هاي المرحلة، لأنه الخلافات الزوجية طويلة وممتدة وما بتنتهي. يعني أوكي حلينا هذا الخلاف، أكيد بعد فترة رح يصير خلاف، يعني هاي تفاعلات بالعلاقات طبيعية. الأسرية طبيعي يصير فيها خلافات، لكن إدارة الخلاف السيء تعمل خلافات جديدة ومتراكمة ومستمرة. ودائما ما نركم الخلافات ونحاول ما نعمل حقد أو كراهية عند الأزواج، يعني الفضفضة. نعم، بعض الأشخاص ما بيصرحوا الطرف الآخر بموقف محدد أزعجهم، فبصير عندهم يعني نوع من الحقد الداخلي. هذا الحقد الداخلي وكثرة التراكمات بنفر من الشريك وبصير في يعني تباعد عاطفي وزي كره عاطفي للشريك. أنا مع فكرة بأنه عندما نبحث عن الحلول لا نبحث عن حل جذري، لأنه في الحياة الزوجية قد لا نصل إلى حل جذري، ممكن تتكرر نفس المشكلة على عدة تواقيت زمنية. وبنفس الوقت بأنه
نعطي الطرف الآخر فرصة لحل المشكلة، نعطيه مسؤولية، نقول له أنت حل المشكلة، الحل عندك، وكأنك تحمل المسؤولية لكن بطريقة أنيقة، وفي هذا الوقت هو فعلاً راح يوصل لك إلى حل. يعني مش دائماً أنت اللي تقترح الحلول، سوي هيك سوي هيك، الرجل يكره الإملاء. صح، طبيعة الرجل مختلفة تماماً، التلقين لا يحبه تماماً عن الإناث وعن النساء، وأغلب أصلاً المشكلات بتحدث لأنه الرجل ما عم بيستوعب كيف طريقة تفكير المرأة وكيف مداركها وكيف تصرفاتها وكيف اهتماماتها، ونفس الشيء السيدة أو المرأة أو الزوجة عفواً ما بتستوعب طريقة تفكير الرجل. إذن دكتورة في نهاية هذا الحديث الممتع، دعينا نوجه رسالة أخيرة ونصيحة للأزواج اللي قاعدين يشوفوا برنامج عوافي مع هاي السنة الجديدة اللي جاية، كيف ممكن نبدأ حياة جديدة؟ بتمنى في السنة الجديدة إنه الأزواج يعيشوا حياة سعيدة، يتجاوزوا كل خلافات الماضي، ينسوها ويبدأوا صفحة جديدة، ويعطوا فرص دائما، وما يكونوا حاقدين، وما يوقفوا عند المشكلات، دائما يحاولوا يحلوها ويتجاوزوها. بالنهاية النسيان نعمة، ليس فقط في الحياة بشكل عام، إنما تحديداً في الحياة الزوجية فعلاً قد يكون نعمة. نتجاوز عن هذه المشاكل ولا نركز عليها حتى تستمر حياتنا بهدوء. كل الشكر إليك دكتورة فادية إبراهيم المستشارة الاجتماعية، نورتينا اليوم في عوافي. أهلاً، شكراً.